السلام عليكم. أجواء محليا مضطربة اليوم بالشرق وبالجبال والرياح تهب قوية نسبيا على السواحل الوسطى شمال أقاليم الجنوب ومحليا على الواجهة المتوسطية. غيوم تراكمية ستعطي بعد الزوال إذن زخات عاصفية متفرقة وأحيانا معتدلة بمنطقة الشرق مع هبوب عواصف ريحية محلية وسماء غائمة مع أمطار ضعيفة متفرقة بالأطلسين المتوسط والكبير بسهولهما الغربية، كذلك بالسفوح الجنوبية الشرقية ثم بشرق الواجهة المتوسطية وسماء قيل السحب بباقي الجهات مع تطاير الرمال منتظر بشمال أقاليم الجنوب. طقس غائم خلال الليل مع أمطار ضعيفة محتملة بالأطلسين المتوسط والكبير بسهولهما الغربية ثم بمنطقة الشرق وقطرات محتملة في نهاية الليل بمنطقة طنجة. الرياح تهب قوية نسبيا على السواحل الوسطى وشمال أقاليم الجنوب. سحب منخفضة منتظرة غدا صباحا بطنجة وكذلك بالأطلسين المتوسط بل بالأطلس المتوسط مع احتمال تساقط قطرات والرياح تهب قوية نسبيا على شمال أقاليم الجنوب. درجة الحرارة العليا سوف تعادل 9 درجات بمدينة إفران، 23 بالرشيدية، 24 درجة بأكادير، ثم 31 درجة بالدخلة. أما المقاييس الدنيا فسوف تعادل درجة واحدة بإفران، 6 بفاس وبوجدة، 5 درجات بمدينة مكناسة، ثم 17 درجة بالقويرة. طقس غائم يوم الأربعاء مع أمطار ضعيفة ومتفرقة بالشمال كذلك بمناطق الوسط بالمناطق الداخلية بالمرتفعات وبالواجهة المتوسطية وسماء قيل السحب بباقي الجهات، الحرارة في انخفاض. سماء غائمة أيضا يوم الخميس بالنصف الشمالي للبلاد مع تساقط أمطار أو زخات محليا عاصفية. نتعرف الآن على حركة البحر ببعض مناطق الواجهتين البحريتين. بحر قليل الهيجان إلى هائج غدا بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز وهائج إلى قوي الهيجان بالسواحل الأطلسية. علو الموجة قد يتجاوز أحيانا 4 أمتار بين كاب حديد وطنطان. إليكم الآن مواقيت شروق وغروب الشمس ثم طلوع أفول القمر بمدينة الدار البيضاء.